أظهرت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي تصاعد قوة اليمين واليمين المتطرف في معظم الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا، ألمانيا وبلجيكا، الأمر الذي دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في أواخر يونيو الجاري. وفي أول رد فعل له أعلن الكرملين أنه سيتابع عن كثب انتخابات هذه الانتخابات التي دعا إليها ماكرون، وذلك بسبب الموقف العدائي الصريح للقيادة الفرنسية تجاه روسيا. الكرملين أكد أيضا أنه يتابع بدقة صعود أحزاب اليمين المتطرف التي تعتبر بصورة عامة أكثر تأييدا لروسيا في أوروبا وفرنسا بعد انتخابات البرلمان الأوروبي. نتابع مباشرة من موسكو مع الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية بسام البني. أستاذ بسام، أهلا بكم معنا في غرفة أخبار سكاي نيوز عربية. لماذا تتابع موسكو باهتمام شديد كما قال الكرملين نتائج الانتخابات في أوروبا؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام أستاذ صهيب. يعني بكل تأكيد روسيا تتابع هذه الانتخابات عن كثب لما توقعت روسيا من يعني تغيير المزاج الشعبي لدى الشعب الأوروبي، وهو يعني انعكست هذه الانتخابات إنما عكست وجهة النظر الشعوب الأوروبية والاتجاه نحو اليمين المتطرف. نعم، اليمين المتطرف الذي لا يريد أن يدعم أوكرانيا ويريد لشعبه أن يعيش ويريد أن تعود حياة الأوروبيين إلى ما كانت عليه قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كما تسميها روسيا. إذن الكريملين يهمه الأمر، وهو راهن وقد قلت على قناتكم عدة مرات أن الكريملين يراهن على تغيير مزاج الشعبي في أوروبا نتيجة فقدان أوروبا للسيادة وفقدان السلطة الأوروبية للشعبية اللازمة لدعمها في سياساتها المناهضة لروسيا. إذن جاءت هذه الانتخابات لتعكس صورة المزاج العام للشعوب الأوروبية ضد الحكومات التي باعت أو سلمت قرارها السيادي إلى أمريكا وبدأت في دعم أوكرانيا بشكل أعمى. تفضل أستاذ. نعم، لكن أستاذ بسام، هل حقا صعود اليمين خاصة في فرنسا مثلا التجمع الوطني، هل ترى بالفعل أن له علاقة بسبب خطابه المتعلق بروسيا بأنه يعارض سياسة الرئيس ماكرون، وبأن ماكرون اتخذ في الفترة الأخيرة خطابا عدائيا أكثر وصل إلى حد الحديث عن إرسال جنود إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا، هل من أسباب صعود اليمين تعتقد أنه الخطاب المختلف لليمين هو الذي أدى إلى صعوده في الانتخابات في هذه الدول الأوروبية؟ يعني بكل تأكيد روسيا أحد العوامل، ولكن هناك عوامل أخرى فكلها تقريبا متعلقة بروسيا. يعني ما سبب ازدهار أوروبا؟ دعني أذكر أن أوروبا ازدهرت بناء على عوامل ثلاث: أولها الطاقة الرخيصة من روسيا والتي فقدتها نتيجة المقاطعة الأوروبية لروسيا، ثانيا العمالة الرخيصة، ويعني الانفاق العسكري الضعيف جدا قبل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا. كل هذه العوامل فقدتها، واليوم نجد أن القوة الشرائية للناخب الأوروبي باتت أضعف بكثير مما كانت عليه قبل العملية العسكرية، ولهذا السبب نجد هذا التغير يعني ليس المفاجئ والمتوقع أصلا، يعني هذا التغير المتوقع نحو الحكومات التي لا تهتم بشعوبها بقدر ما تهتم بالروسفوبيا أو الفوبيا الروسية ومعاداة روسيا. نعم. طيب، صعود اليمين في هذه الدول الأوروبية المحورية، نتحدث خصوصا عن فرنسا وألمانيا، هل برأيك سيؤدي إلى تغيير في الدعم الأوروبي لأوكرانيا، خاصة أن المسألة مرتبطة كذلك بحلف شمال الأطلسي بالناتو، ونتحدث هنا عن القرار الأمريكي؟ نعم أستاذ صهيب، أنا باعتقادي الشخصي يعني لا أعتقد أن هذه الانتخابات ستغير بشكل جذري الموقف الأوروبي وموقف البرلمان الأوروبي تحديدا، وقد تنتخب فون أورسل لاين مرة أخرى كزعيمة للبرلمان الأوروبي كون حزبها قد حقق نجاحا باهرا في الانتخابات الألمانية. أضف إلى ذلك أن هناك يعني أصوات أكثر من 100 نائب أوروبي تكون مؤيدة لروسيا ستكون داخل البرلمان الأوروبي، وهنا لا يمكن الاتحاد الأوروبي إلا أن يسمع أصواتهم عندما يكون المناقشات حول دعم أوكرانيا
أو الميزانية أو إلى ما هنالك من هذه النقاط. أما عن تغييرات حقيقية فلا أعتقد أن هذا الوقت قد حان للتغييرات الحقيقية، ولكن ربما في انتخابات قادمة ستكون هناك المفاجأة الكبرى حين يجد الحكام أنفسهم خارجين عن الشرعية ولا يملكون أي شعبية، قاعدة شعبية تدعمهم في قراراتهم المناهضة لروسيا. الشعب الأوروبي يريد الحياة بسلام كما هو الشعب الروسي. هناك توجه يعني شعبي نحو نبذ القيادات المناهضة المنادية بالحرب، ومنها فرنسا وشولز. ولكن يعني إذا ما ذهب شولز سيأتي رجل آخر متطرف أكثر ويكره روسيا أكثر، نسيت اسمه الآن. يعني هناك طيب، لكن لو يعني امتدت هذه الموجة بشكل أكبر أستاذ بسام، مع أنه الآن هي توصف الآن بأنها زلزال خاصة في فرنسا، يعني لم يكونوا يتوقعون أن يحصل الحزب اليميني التجمع الوطني اليميني على ما حصل عليه من نتائج، والآن هناك انتخابات مبكرة اضطر إيمانويل ماكرون إلى إعلانها. هل تعتقد أن أوروبا يمكن أن تذهب باتجاه أن يكون لها قرار منفصل عن القرار الأمريكي، وربما هناك مراجعة لمسألة الدعم اللامحدود لأوكرانيا؟ لا أعتقد ذلك، لأنهم هم يعني نفسهم يعلمون أن أمريكا متحكمة بقرارهم حتى قبل العملية العسكرية الخاصة، عندما سمعنا ماكرون يتحدث عن جيش دفاع موحد يحمي أوروبا، ولكنهم مسلوبي الإرادة والقرار السيادي مسلوب منهم. لذلك أنا لا أعتقد أن هؤلاء القادة اليوم الموجودين في السلطة يستطيعون تغيير شيء من مواقفهم، خصوصا بعد تورطهم في الدعم أوكرانيا بشكل أعمى. أما إذا ما حصل تغييرات في القادة أو النخبة الموجودة اليوم الليبرالية في سدة الحكم، وهم بالمناسبة سيتمسكون بهذه التحكم بالقيادة حتى عن طريق يعني انتخابات مزورة أو شيء من هذا النوع، لا أعلم. يعني هناك تمسك قوي بمقاليد القرار التنفيذي في الاتحاد الأوروبي، ولن يستطيع اليمينيون المتطرفون بالاستحواذ على السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي على الأقل في الوقت الراهن. ولكن هذا الشيء الذي حدث في أوروبا فعلا زلزال يفرح روسيا، لأنها كانت تتوقع هذا الأمر، وقد حدث أن تحقق توقعه. أشكرك شكرا جزيلا بسام البني، أنتم الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، على انضمامكم إلينا في غرفة أخبار سكاي نيوز عربية مباشرة من موسكو.